السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم من Equity Global Markets للأستاذ فيصل العليان. معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة Equity. أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في المحاضرة. نتمنى أنه الصوت والصورة واضحين بالنسبة للجميع. نرحب بجميع الأخوة الحضور في المحاضرة الإلكترونية من Equity Global Markets التي يعني يقدمها لنا الأستاذ فيصل العليان. طبعا هذه المحاضرة هي الأولى في سلسلة محاضرات سوف تنطلق من مجموعة إكويتي، يقدمها مجموعة من المتميزين كأمثال الأستاذ فيصل العليان. وطبعا هذه المحاضرة اليوم هي بعنوان كيفية اكتشاف الصعود والهبوط في الأسواق المالية من خلال المؤشرات الفنية والمالية بهدف اتخاذ القرار الصحيح في التداول. يغنينا بها الأستاذ فيصل. طبعا الأستاذ فيصل معظمكم يعلم أنه هو مستشار اقتصادي للأسواق المالية ومستشار لإدارة المحافظ، كما أنه محلل لعدة قنوات فضائية ومدرب للتحليل الفني والأساسي، كما هو أيضا كاتب في الصحف الاقتصادية. المحاضرة ستكون محاضرة مسجلة، لكن يعني عرض التسجيل سوف يحتاج بعض الوقت، بالتالي بإمكانكم اغتنام الفرصة والتواجد في هذه المحاضرة بهدف أن يكون هناك تفاعل مع الأستاذ فيصل من خلال طرح الأسئلة والحصول على الإجابات بشكل مباشر، وأيضا تسيير المحاضرة في جزئها الأخير باتجاه تلبية الاحتياجات المباشرة لكم فيما يتعلق بالاستفسارات والتساؤلات حول الأسواق المالية العالمية وأيضا حول أساس المحاضرة. طبعا أمامكم هو كما تشاهدون السكرين، واضحة أمامكم اللي هي لوجو Equity Global Markets، معناتها السكرين الشاشة ظاهرة للجميع. سوف يتواجد معنا الأستاذ فيصل وسوف يبدأ المحاضرة من طرفه. إن شاء الله بإذن الله كما وعدناكم هذه المحاضرة مسجلة، سوف يتم عرضها في الوقت القريب خلال يوم أو اثنين إن شاء الله كحد أقصى، سوف تكون جاهزة بعد التحضير. أيضا أتمنى أنكم تقدموا الأسئلة والاستفسارات من خلال صندوق الأسئلة الذي يظهر أمامكم في برنامج جو تو ويبينر. يمكنكم طرح الأسئلة وسيقوم الأستاذ فيصل بالإجابة عنها، إما من خلال المحاضرة إذا كان السؤال مرتبط بالنقاط التي يتحدث عنها، أو من خلال تخصيص وقت مخصص في نهاية المحاضرة للإجابة عن الأسئلة بشكل مباشر. الآن أقدم لكم الأستاذ فيصل ليتفضل ويكون موجود معنا في هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى صوتي يكون واضح يا شباب بالنسبة للجميع. أهلا وعليكم السلام أستاذ فيصل، الصوت واضح بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة للأخوة المتواجدين، لكن الشاشة لا نراها حتى الآن من طرفك. الآن هل واضح الشاشة؟ نتمنى التأكيد من قبل الحضور. الشاشة الآن ميتا تريد، هل واضح الآن؟ نعم. بالنسبة للأخ عبد الرحمن يقول ما هي واضحة، يا ريت يأكدوا لنا الجميع إذا كانت واضحة بالكتابة لو سمحتم. واضحة جدا.
ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في البداية نشكر شركة إكوتي والأستاذ رائد الخضر على إتاحة الفرصة في إقامة ندوة أو محاضرة تكون نقاط رئيسية نتحدث فيها عن التحليل الفني وعن اتجاهات أسواق المال وعن آلية أسواق المال وكيفية التعامل معها. راح نبدأ في عدة نقاط تكون مختصرة طبعا بحكم الوقت. معلش الأخوة الموجودين معنا يقولون الشاشة ما هي واضحة، يا ريت بس تعمل شير للسكرين من عندك، شو سكرين وتختار الشاشة من عندك. أنا الآن قاعد أسوي شو سكرين. ممتاز، الآن أعتقد الشاشة واضحة معكم. أي واضحة بالنسبة للجميع. طيب بالنسبة نرجع لمحور المحاضرة، المحاضرة راح تكون على عدة أقسام، راح نبدأها من أول شيء من عملية التحليل الفني والتحليل المالي ثم إلى المؤشرات كأجزاء بسيطة، لأن المؤشرات تأخذ دورات أو تأخذ أيام طويلة، لكن نأخذ منها رؤوس أقلام كيفية الاكتشاف، وأيضا كيفية تعامل محلل مع الأسواق المالية، وأيضا الأسواق المالية وأنواعها وكيفية آليتها، لأن كل سوق يختلف عن السوق الآخر في آليته التداول. أما أدوات التحليل الفني اللي راح ناخذ عليها نقاط معينه فهي شامله لجميع الاسواق، اي ان لما تاخذ تحليل مؤشرات فنيه راح تكون شامله لجميع الاسواق، ما يختلف فقط هو اليه التعامل في الاسواق الماليه. في البدايه راح نبدا بسؤال وانا راح اجيب عنه، اللي هو دورات التحليل الفني او كيف الانسان يصبح محلل فني. المعظم يفشل في دورات التحليل الفني او الاغلبيه، وراح نذكر السبب لماذا. السبب هو من نفس المتدرب. الدورة في التحليل الفني تبدأ دائماً كدورات قصيرة من 3 أيام إلى 5 أيام إلى 10 أيام حسب ما يكون متفق عليه في الدورة أو أجزاء الدورة. التحليل الفني المدرب لما يعطيك التحليل الفني يعطيك عدة نقاط أنت تتعلم عليها وتمارسها. للأسف أن معظم المتدربين الآن لما أعطيه شارك ونجلس نتكلم في النقاط في مؤشرات فنية أو في التحليل الفني شاملاً شامل جميع المدارس يؤخذ منه لأنه متلقي من المتدرب يحس أنه إنسان متمكن. بعد ما تنتهي الدورة يبدأ يحس في القرارات الخطأ ويبدأ يدخل القرارات الخطأ ويبدأ يقول الفشل بالتحليل الفني أو أنه غير صالح للأسواق المالية وهذا خطأ. التحليل الفني هو عبارة عن ممارسة وليس تلقين للعلم. ما تأخذه من المدرب فقط هو يكون تلقي رؤوس أقلام وأنت تمارس. أضرب مثال على ذلك هو تعليم السباحة. لما تجلس مع أفضل محاضر في دورات السباحة وهو يشرح نظريا داخليا تعتقد انك الان افضل سباح ماهر متواجد ما بين الحضور، لكن مجرد ما تدخل المسبح في اول مرة راح تغرق مع الرغم انك درست الاساسيات كلها. ليش؟ لانك يحتاج لك ممارسة. ونشوف دورات السباحة لما يعطيك الدورة نظريا ينزلك بال يعني اغراض الانقاذ بحيث انك ما تغرق انت تبدأ تمارس السباحة. كذلك أيضا التحليل الفني لما يعطيك المدرب الإشارات الفنية أو الإشارات قراءة الشارب بالتحليل الفني تبدأ كعملية توجيه. التوجيه هذا يحتاج إلى ممارسة، ممارستك فيه هي اللي تنتج عنها القرارات الصحيحة مستقبلا. الدورة دائما نأخذها خلينا نقول متوسط دورات دائما 5 أيام. ال5 أيام هذه كفيلة أنك تعرف أو تتلقى فقط رؤوس الأقلام بالتحليل، تأخذ مثل ما يسمونها الأعمدة في التحليل الفني. بعد 3 شهور من الممارسة الآن بدأت الخطوة الأولى في التحليل الفني بشكل صحيح، يعني 3 شهور أنت تمارس التحليل. لذلك في الدورات اللي أنا أسويها دائما أضع جروبات المتابعة المتدربين. لذلك أيضا نشوف معظم الدورات يكون متدربين من 10 إلى 15 شخص متدرب، المتميز فيهم واللي يبرز كمحلل 2 أو 3. والسبب لأنهم مارسوا التحليل وجلسوا يكتشفون أخطائهم لحد ما وصلوا بالطريقة الصحيحة اللي يكون فيها قراراتهم صحيحة بإذن الله وتوفيقها. الشيء الآخر اللي نبغى نذكره دائما، لما تكون أنت كمحلل حتى درجة محلل بارع ما يكون لا بد يكون كل إنسان يخسر، لا أحد يجي يقول ما أخسر في أسواق المال، لا بد من الربح ولا بد من الخسارة. في قرارات نأخذها خطأ ونحن بشر نخطئ،
فلذلك وضع له وقف الخسارة. دائما نوقف الخسارة في اتخاذ قرار الخطأ أو في تغير مجريات السوق من ناحية أخبار سياسية واقتصادية مفاجئة، هنا يوضع وقف الخسارة. لكن الأهم المحلل الناجح أن في نهاية المحصلة يكون نمو في محفظته. الشيء الآخر بالنسبة للمتداولين اللي هو الدخول العشوائي في جميع الأسواق، سواء كان في السوق السعودي أو في السوق الأمريكي الأوبشن أو في مجال الفوركس والمعادن، يكون الدخول العشوائي. الدخول العشوائي هذا من أكبر الأخطاء، وسبب الدخول العشوائي أن سهولة التداول أو سهولة المتاجرة، مجرد أنك تفتح محفظة سواء داخليا في المملكة العربية السعودية أو خارجيا، ومنها تبدأ تتداول عشوائي واتباع الشائعات من عمليات البيع والشراء، وهذا أكبر خطأ بسبب السهولة. تتناقص المحفظة أمامك هي مجرد أرقام في التناقص، لكن عند سحب المبلغ تتحقق الخسارة، ومنها تبدأ الإحساس بالخسارة بشكل صحيح. دائما تعامل مع أي سوق في أسواق المالية أو المتاجرة بأن مشروع تجاري في تنمية المحفظة. أحاول أنمي محفظتي، متاجرة، مشروع تجاري، أبدأ أدخل عليه القرارات الصحيحة، أبدأ أبحث، أبدأ أتعب على نفسي. الشيء الآخر اللي أنت الآن دخلت السوق المالي وجميعكم في السوق المالي السعودي أو أسواق الفوركس أو أسواق الأسواق الأمريكية، يمكن حقق خسائر، الله يعوضنا يعوضكم خير إن شاء الله. للأسف اللي هو الدخول عشوائي، لو استثمر جزء بسيط من هذه الخسائر في تعليمك لشخصك ممكن تفاديت هذه الخسائر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني مجرد دورات تبدأ من خلنا نقول من 100 ريال إلى 5000 ريال مثلا كل مدرب حسب دوراته، لو استثمر في هذا المتوسط ما بين الأسعار خسارتك يمكن الخسارة الواحدة من خسائرك أعلى من هذا المبلغ. فاستثمر في نفسك، دائما استثمر في نفسك. الآن لما تبغى تفتح مشروع أو أي مشروع تجاري سواء كان سوبر ماركت أو أيا كان من المشاريع أو محل بيع أثاث أو ذا، أنت بنفسك تبدأ تسأل هل المكان هذا مناسب، كم الأرباح، كم وكم وكم، وتبدأ تسأل عن النشاط ومن اللي بيشتري مني وكيف أقدر أحقق أرباح. أيضا في أسواق المال لابد أن تبحث عن هذه الأسئلة، ولكن ليست شبيهة لها، مقاربة لها. أنا بدخل بالسوق، هدفي من السوق، هدفي تارجت يومي، تارجت شهري، ربعي، سنوي، أحقق أرباح، أبدأ قبل الدخول في الشركة أو في العملة أو في شيء أبدأ أسأل عن نشاطها إذا كانت شركات، نموها، أرباحها، حقوق العائد على المساهمين إذا كان في مجال الفوركس، أبدأ أسأل عن العملة، الأخبار الاقتصادية عن نفس الدولة تابعة لها العملة، وأيضا في الأسواق الأمريكية شركات تابعة مثل ما يحصل السوق السعودي من نمو شركات. حتى لو جتنا يعني طبعا كلنا في المواقع التواصل الاجتماعي، كلنا حاضرين في مواقع التواصل الاجتماعي دائما نشوف توصيات. التوصيات ممكن تختصر لك التحليل، لكن أنا لما تجيني توصية ما أروح وأشتري على طول، لابد أني أستفسر. أنت وصيتني على عقد عملة أو وصيتني على مثلا شركة من الشركات في السوق السعودي، لما توصيني على شركة لابد أني أسأل وش الهدف من التوصية، أو أنا أبحث إذا كان الشخص اللي وصى التوصية غير مستجيب معي في عملية الاستفسارات، أبحث أنا بنفسي في عدة مواقع أقدر أبحث عنها، سواء جميع أسواق المالية لها مواقع تقدر تستخلص منها يعني نشاطات الشركة، نموها، تاريخها القديم في التوزيعات. فأبدأ أبحث. التوصية ما أقول تأخذ توصيات، لكن أقول لابد أنك تعرف سبب التوصية حتى تقدر تتخذ القرار الصحيح في البيع والشراء. هذا بالنسبة عامة لعملية الدخول في الأسواق المالية. أهم أمر في الأسواق المالية اللي هو الابتعاد عن العاطفة. دائما العاطفة هي ما تقتل المحفظة أو تسبب الخسائر. نأخذ مثال على السوق السعودي، لو أنا شريت في سهم ونزل بالسهم تلقاني أشوف مؤشرات سلبية أقول ممكن يرتد السوق أخضر، ممكن يرتد، وهذا ما يزيد خسائر خسائر. أيضا لو تطرقنا إلى سوق الفوركس أو العملات في حالة شراء العقد سواء كان سل أو باي، بيكون زيادة الخسائر، أقرأ المؤشرات أنها سلبية، أبدأ أدخل قرار كعاطفي، ما أقدر أبيع بخسارة 10%، لا ممكن يرتد، ينزل 20% أقول لا خليه يرجع خسارة 10%، ينزل 30% أقول خليه ينزل 20%، ثم نتفاجأ بأن خسارتي كبيرة جدا.
تحقق الخسارة. فابتعد عن الهاتف، قراءة المؤشرات تكون قراءة جدا آلية، تنفيذها بشكل آلي، منها بإذن الله وتوفيقه تحقق النجاح. التحليل المالي والتحليل الفني دائما يكون صائب بنسبة 75% بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. الأهم في الأسواق المالية أن البيع دائما يكون على أخضر، مو باليوم أخضر أبيع، لا، يعني في نهاية موجة لما تجيني بوادر إشارات أن فيه أشياء سلبية أبدأ عمليات البيع. أيضا في عملية الهبوط لما تبدأ تظهر عندي بوادر إيجابية أبدأ عملية الشراء في أي سوق من الأسواق المالية. والسبب لأنهم دائما يقال على المحلل جبان في الارتفاعات وجريء في الهبوط، ومثلا كل ما ارتفع يبيع، لا، لأنه يقدر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى مقدار الموجة منها يبيع، يقدر مقدار الهبوط بموجة الهبوط ومنها يبدأ بعملية الشراء. هذا بالنسبة كمقتطف الأول بالنسبة للمحلل وكيفية التعامل معه. الآن بنجي خلونا نشرح على السوق السعودي وعلى سوق الفوركس وعلى السوق الأمريكي. في البداية نشرح آلية السوق السعودي، رغم أنه معلوم لدى الجميع لكن ربما في ناس مستجدين، نشرح لهم آلية السوق السعودي. آلية السوق السعودي هي عملية شراء على اتجاه واحد. عملية الشراء على اتجاه واحد، كيف عملية الشراء على اتجاه واحد؟ يعني في الارتفاع فقط هو اللي أشتري فيه، عندي هنا ارتفاع فقط هو اللي أنا أقدر أشتري فيه. خلنا نأخذ القلم. في الارتفاع، أما في عملية الهبوط ما أقدر أشتري فيه، يعني سوق اتجاه واحد، سوق اتجاه واحد. هذا آلية السوق السعودي اللي هو اتجاه واحد، أي في الارتفاع هنا أحقق مكاسب، في الوصول إلى القمة يكون خروجي كامل من السوق، يكون خروجي كامل من السوق، وأنتظر عملية الهبوط لحد ما يكون لقاء وبعدها أدخل في الموجة الصاعدة. هذا بالنسبة للسوق السعودي، هذا بالنسبة للسوق السعودي. عندنا السوق الأمريكي، خلينا نتكلم عن السوق الأمريكي. لحظات خلينا نحول على عندنا السوق الأمريكي. السوق الأمريكي يا شباب آليته عملية هبوط وصعود، عملية هبوط وصعود اللي هو الكول والبوت في السوق الأمريكي. وراح نشرح وش فرق عن السوق السعودي وش فرق عن أسواق الفوركس أو العملات. السوق الأمريكي عندنا لاحظنا أن عندنا عدة شركات، أقدر أشتري على صعود في حالة تحقيق القمة وأعطاني إشارات هبوط، أقدر أشتري على هبوط، أقدر أشتري على هبوط اللي هو عمليات السلب، ومنها أحقق مكاسب، ومنها أحقق مكاسب. لكن السوق الأمريكي أو المجال الأوبشن محدود في مدة العقود، أي أن العقود محددة لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة 6 أشهر، لمدة سنة. طبعا كل ما زادت المدة كل ما زادت نسبة العمولة، وفارق العمولة دائما يكون غالبا فارق العمولة دائما يكون ما بين العرض والطلب، ما بين العرض والطلب الفارق هو تحسب العمولة بالنسبة للسوق الأمريكي. تحديد العقد بالنسبة للسوق الأمريكي، أي في حالة انتهاء العقد لم يحقق الهدف ولم توقف خسارة، يسمى حرق العقد، احتراق العقد، أي خلاص يتم البيع ويروح عليك العربون اللي أنت دفعته، هذا بالنسبة للسوق الأمريكي، آلية السوق الأمريكي. شفنا اختلاف الأسواق الآن ما بين السوق السعودي والسوق الأمريكي. الآن بنتجه إلى اللي هو الفوركس، أسواق الفوركس والمعادن والذهب والفضة والعملات. في عملات رئيسية، في عملات غير رئيسية. العملات الرئيسية معروفة طبعا. العملات الرئيسية هذا أنت اللي تشتري الآن، أنت ما تشتري عملة، أنت جالس تشتري عقد اليورو مقابل الدولار، الباوند مقابل الدولار. فأنت ما تشتري عقد تتوقع ارتفاع الدولار مقابل اليورو، أو متوقع
هبوط الدولار مقابل اليورو. التداول في أسواق العملات من ناحية آلية السوق هو نفس السوق الأمريكي، لكن فيه اختلاف بسيط. لو أقدر أشتري على ارتفاع في حال تحقيق القمة، أقدر أشتري على هبوط، اللي هي عمليات سيل وباي، عمليات سيل وباي، ومنها أقدر أحدد وقف الخسارة، ومنها أقدر أحدد مقدار الربح. اختلاف الفوركس عن أسواق الأمريكية أن ليس هنالك مدة لتحديد العقد، يعني أنت شريت لو تجلس لمدة سنة، أهم شيء ما يضرب الوقف، فأنت جالس في العملة والحسابات الإسلامية ما تأخذ عليك أي فائدة. هذا هو الفرق بين آليات السوق. لاحظنا أن السوق السعودي اتجاه واحد فقط، أي عمليات النزول أو عمليات الانهيار ما أقدر أستفيد من السوق. عندنا السوق الأمريكي الأوبشن اتجاهين، سواء صعود أو هبوط أقدر أحقق أرباح وأقدر أسوي عمليات شراء سواء في الصعود أو في الهبوط، لكن محدودية العقد هي اللي تختلف عن آلية السوق السعودي. مجال الفوركس نفس آلية السوق، ما أخذها من السوق السعودي والسوق الأمريكي، ولكن غير محدود مدة العقد. أي عملية الشراء والبيع تكون إما بضرب الوقفة وتحقيق الربح، أو بعملية البيع منك شخصيا، بعملية البيع منك شخصيا. اختلاف الفوركس عن بقية الأسواق هي الرافعة المالية، هي الرافعة المالية حتى يستطيع المتداول الشراء وتحقيق أرباح. الرافعة المالية الشركات تعطي من 1% من 1-200 إلى 1-500 حسب الشركة وحسب ترخيص الشركة الممنوح لها. لما نتكلم عن تقريبا من 1%، لما أتداول بألف دولار، لما أتداول بألف دولار معناته جالس أتداول بمئة ألف. مثال ذلك أنها تسهيلات، عارفين التسهيلات اللي نأخذها في أسواق الأسهم اللي واحد الواحد اثنين الواحد يعطونك 100 ضعف. لما أنا أشتري عقد عملة سواء سل أو باي، عقد العملة هنا يؤخذ مني جزء معين من الألف، طبعا حسب النقطة اللي أنت تحددها. خلونا نشوف عشان أشرح لكم بشكل مباشر. متاجرة طلب جديد، الآن هذا تنفيذ فوري، هذا تنفيذ أمر سوق، مثل سوق الأسهم تنفيذ أمر سوق، أمر معلق، يعني أحد تقول لي إذا ضرب السعر تحت اشتري لي، أو إذا ضرب السعر فوق أو اخترق اشتري. هذا طبعا تختار عقد العملة اللي تبغى تشتري. خلنا نقول اليورو دولار. اليورو دولار كيف يتم حجز المبلغ؟ لما أكون أنا أتداول بألف دولار ومعطيني 100 ألف وأبغى أتداول، كيف أعرف مقدار الحجز اللي بيتم على محفظتي أو من مبلغ الألف دولار؟ هنا 0.01 هذا العقد قيمته سنت، يعني أي نقطة ارتفاع سواء كان شراء سل أو باي، أي نقطة تحقق أرباح بمعدل سنت، تقدر تزيدها باثنين سنت، ثلاثة سنت، أربعة سنت، إلى ما لا نهاية. لكن كل ما زدتها كل ما زاد مبلغ التأمين، خلونا نسميه مبلغ التأمين. كل ما زدت المبلغ يزود مبلغ التأمين. ودائما في أسواق الفوركس يكون الهدف منها، أو بالأصح للأمان، تدخل دائما 1% من رأس مالك الحقيقي. أي أن عندك مبلغ اللي أنت أودعته 1000 دولار، تبدأ تتداول بدولار. دخلت 5000 دولار، تبدأ تتداول ب5 دولار، ب1% من رأس المال. وبنشرح ليش الأسباب 1% من رأس المال. الآن خلونا نقول مثلاً 10 سنت. خلينا نفذ مثلاً عملية بيع. الآن بعد ما نفذنا عملية بيع، أعطاني طبعاً ما أعطينا الأوامر اللي هي وقف الربح أو وقف الخسارة. أعطاني سعر الشراء وأعطاني حجم العقد أو اللوت يسمونه. شوفوا هنا مستوى الهامش، والهامش الحر، والهامش اللي أخذه علي. هنا أبدأ أعرف وش اللي دي وش اللي عليه على أساس إني ما أخسر. إن قلنا كل ما زدنا حجم العقد يكون زيادة في مبلغ التأمين. الهامش الحر الآن عندي 9887، النقطة عندي بعشرة سنت، عشرة سنت لازم ينزل كل نقطة 10 سنت، كل نقطة 10 سنت، يعني لازم ينزل نقاط كثيرة حتى تنتهي اللي هي 9800، يعني لازم ينزل تقريبا نقاط كثيرة جدا. فأنا الآن مستوى الأمان عندي عالي،
ليش؟ انا ما راح ياخذ من راس مالي، لان لو نزل قيمه المبلغ 9887 معناته راح يبيع لي يرجع لي مبلغ التامين. مبلغ التامين اللي هو 1111.54، هذا مبلغ التامين، يعني عندي مجال عالي جدا. فلذلك دائما نحاول نحط مدى اللي هو الهامش الحر، لان الهامش الحر خسارتك هو ينقص منه، لما ينقص خلاص يبيع لك، لما يوصل لحد معين اللي هو مبلغ التامين يبيع لك دايركت بدون رجوع اليك، ومنها تكون مبلغ التامين اللي بقى لك اللي هو 111 من 1000 دولار. لو ضربنا مثال على النقطة 100 دولار مثلا، النقطة 100 دولار ما يقبل، ليش؟ لان الهامش عالي جدا. نحط 10 دولار ما يقبل لان الهامش عالي جدا، خلونا 5 دولار. نلاحظ الهامش، خلنا 5 دولار نشوف عندنا الهامش، ارتفع ل 5688، الهامش الحر 4200، فاي نزول يخصم ال 4200 حجم اللوتات اللي عندي، فنزوله الى حد ما تنتهي ال 4200 يرجع لي 5600 اللي هي الهامش او مبلغ التامين. هذا بالنسبه لعمليه الهامش او عمليه مبلغ التامين، خلونا نسمي مبلغ التامين اللي ياخذ عليه اللي هو الهامش، الهامش الحر. وهذا ما يخفى على كثير من المتداولين في اسواق الفوركس، يرفع مدى النقطه، متوقع انه بيحقق ارباح عاليه، ومنها يكون هامش الحر قليل جدا، وتذبذب العملات عالي جدا. شوفوا الشموع الان هذه على 4 ساعات، منها يضرب يمسح المحفظه يرجع المبلغ التامين يقول خسرت او الفوركس غير صالح للتداول. الهامش هنا كل ما رفعت الرافعه كل ما صار اقل مبلغ التامين، ولكن يزيد في الخطوره انه هو اللي يرجع لك. يعني الان 1% اخذ مني 5000، لو اخذ 1200 اخذ مني 4000، لو ارفع الرافع 1300 اخذ مني 3000، لو ارفع 1500 اخذ مني 1000 دولار وصار عندي 9000 وانا اتداول نقطه ب 5 دولار. هذا بالنسبه للرافعه في اسواق الفوركس واسباب خسائر كثير المتداولين في عدم فهم اللي هو الهامش والهامش الحر وعمليه الرافعه الماليه. الآن بعد أن عرفنا اللي هو آليات الأسواق ككل، من سوق السعودي والسوق الأمريكي وأسواق الفوركس والعملات والمعادن، خلونا نرجع للسوق السعودي مثلا. هذا عندنا مؤشر السوق السعودي، مؤشر السوق السعودي الآن خلونا في عندنا تعليق شوي. دائما عندنا اللي هي المؤشرات، المؤشرات يا شباب أعطيكم فكرة عن المؤشرات ككل. الآن لو فتحنا هنا في المتوسطات وفي مئات المؤشرات، جميع المؤشرات هذه الموجودة أمامكم قراءتها واحدة في جميع برامج التحليل جميع أسواق المالية، يعني ما تقول آلية سوق مختلفة القراءة تختلف، لا، جميع المؤشرات قراءتها واحدة في أي سوق مالي. يعني أخذ قراءة المؤشرات بشكل صحيح تبدأ تداول على جميع الأسواق المالية، فقط ما يختلف فيها اللي هو مبدأ آلية السوق وتعامله فيه. نأخذ على سبيل المثال الآن عندنا السوق السعودي، المؤشرات الموضوع الموجودة أمامكم هذه دائما تسمى تابع الاتجاه، تابع الاتجاه، سميت تابع الاتجاه لأنها تتبع حركات السيولة أو حركات العزم أو حركات الاتجاه سواء صعود أو هبوط. ولكن من ميزة المحلل الناجح وبالممارسة مثل ما ذكرنا قبل اللي هو اكتشاف الأسرار، لأن هنالك إشارات تنبؤية للمؤشر نفسه تنبئك بعملية البيع أو عملية الشراء، بعملية الهبوط أو بعملية الصعود. نأخذ على سبيل المثال مؤشر الـ RSI. مؤشر الـ RSI لما نبغى نشرح مؤشر الـ RSI هو مؤشر القوة النسبية، هو مؤشر القوة النسبية بالنسبة لحركة الشموع، بالنسبة لحركة الشموع. طبعا القوة النسبية هو نسبة الشراء غالبة على عملية البيع، نسبة الشراء أعلى من عملية البيع، نسبة وليس عملية شراء، نسبة على قياس 14 يوم يعطيك إشارة إيجابية. نسبة البيع
غالبا العمليات الشراء يعطيك اشاره سلبيه، يعطيك اشاره سلبيه. الان بنبدا، خلونا نشوف هنا نبغى نحط شعار جديد ماشي معنا الشعار. ناخذ مجال اطول حتى نقدر نشرح مؤشر الـ RSI. الان خلونا نشوف مؤشر الـ RSI والقوة النسبية بالنسبة لعملية التحليل على مؤشر الـ RSI واكتشاف اشارات الهبوط، واكتشاف اشارات الهبوط. هنا لما نقول عملية الارتفاع بالنسبة للشموع، عملية الارتفاع بالنسبة للشموع. الشموع الآن جالسة تعطيني قمم، معناته فيه عمليات صعود، فيه عمليات صعود. لكن الصعود هل هو حقيقي بسيولة؟ أو أن عمليات صعود لعمليات جذب المتداولين والبيع عليهم في أعلى قمة؟ لأن المتداول ما يقدر يشتري إلا واللون أخضر دائما. فأنا كصانع سهم أو كصندوق أبدأ بعملية رفع السهم، وكل ما شفت طلبات أبيع عليها ومنها أبدأ في عملية الارتفاع. وابيع عليه ومنها ابدا في عمليه الارتفاع، فانا اشوف السهم يرتفع السوق اخضر، لكن باطن السهم اساسا في عمليات بيوع. كيف يتم اكتشافه على مؤشر الـ RSI؟ الان عندنا هنا الشموع معطيتنا قمم عاليه، الشموع معطيتنا قمم عاليه، خلينا ناخذ القلم، هذه قمه هذه قمه هذه قمه، كقمم عاليه قاعد يحقق قمم والسوق اخضر. مؤشر القوه النسبيه، لاحظوا عندنا هنا مؤشر القوة النسبية، هذا قلنا إذا كانت عمليات البيع أعلى من عمليات الشراء فهو يعطي قراءة سلبية، وإذا كانت عمليات الشراء أعلى من عمليات البيع فهو يعطي قراءة إيجابية. هنا أعطاني قمة، وبعدها أعطاني قمة أقل منها، وبعدها أعطاني قمة أقل منها. هنا تغلبت عمليات البيع على عمليات الشراء، السهم صحيح في ارتفاع لكنه جالس يبيع، يعني كل يوم يقفل عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء، فيبدا يعطيني قمم هابطه، يبدا يعطيني قمم هابطه، وهنا يعطيني قمم صاعده. مثل ما ذكرنا ان البيع دائما بالاخضر، لان المتداول العادي دائما يشوف السوق اخضر يقول بيكمل، ما يقدر يشتري باللون الاحمر. فانا كصانع سهم او صندوق ابدا في عمليات سحب الشموع في قمم حتى اقدر اقنعك بالدخول، ولكن باطن عمليات السحب هذه باللون الاخضر تكون عمليات بيوع، واللي كشفها لنا مؤشر مثلا مؤشر الـ RSI، وهذا ما من بين عدة مؤشرات، من بين عدة مؤشرات أعطاني قمم هابطة، أعطاني قمم هابطة، معناته أن عمليات البيوع أكثر من عمليات الشراء. لذلك دائما يقولون لك المحلل جبان في عملية الصعود. ليش؟ لأنه يكتشف من ثاني قمة، يبدأ من اكتشاف ثاني قمة يبدأ عنده ظهور علامات جني الأرباح وعمليات الهبوط، منها يبدأ بالتحذير. إذا كان في سوق، في سوق آليته سل وباي، يبدأ اتخاذ مراكز السل، ما عاد يتخذ مراكز باي اللي عملية الشراء، يشتري على نزول. فهذه الإشارات تعطيك استباقية، صحيح أن المؤشرات يقال عنها أنها تابعة، لكن تعطيك إشارات استباقية تنبك بعملية صانع السوق أو صانع سهم. أيضا من قراءة مؤشرات الـ RSI اللي هو مستوى الخمسين، مستوى الخمسين. الآن عندنا مستوى الثلاثين ومستوى السبعين، مستوى الثلاثين ومستوى السبعين، ما بينهم يكون في مستوى الخمسين، هذا خط مستوى الخمسين. مستوى الخمسين هذا يكون تقسيمه للمؤشر الـ RSI. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تداول أعلى مستويات الخمسين معناته أني أنا في موجة هبوط، أعرف أن اتجاهي على هذه العملة أو هذا السهم أو المؤشر أنه اتجاه هبوط، فدائما أتخذ عمليات الشراء. إذا كان عندي سوق آليته اتجاهين، فدائما فوق الخمسين أبدأ أتخذ عمليات الشراء بدون عمليات السل لعمليات الهبوط. أما إذا كان أدنى مستويات الخمسين فهذا يعطيني أن الموجة هابطة، يعطيني أن الموجة هابطة، فهنا أبدأ أتخذ عمليات السل إذا كان السوق عندي عمليته اتجاهين، وأبدأ
ابتعد عن عمليات البيع او عمليات الشراء. فاذا كانت تجاه سوق واحد ابدا ابتعد عن السوق هذا، هذا بحكم نشرات اخرى لو تعمقت في التحليل الفني راح تكون مؤشرات اخرى تعطيكم بوادر الارتداد. فقط هذا ما اردت كرؤوس اقلام شرح فائده المؤشرات الفنيه في قياس الموجه لاي سوق من اسواق المال، اي ان القراءه الصحيحه للمؤشرات الماليه تقدر تتنبأ بها عن عمليه الصعود او الهبوط بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا مؤشر من عده مؤشرات. نتطرق للدراسه الماليه او الدراسه الاساسيه او الدراسه الاساسيه. الدراسه الاساسيه دائما يعني تعطيك دخول على مستوى بعيد، مستوى 6 أشهر 7 أشهر. فالدخول على هذه دائما يكون على اخبار مستوى الشركه او على نمو نشاط للشركه او على نمو نشاط للشركه. وايضا التحليل المالي او التحليل الاساسي ينطبق على السوق السعودي وعلى السوق الامريكي في الاوبشن وعلى العملات. ناخذ في البدايه، طبعا انا اضرب امثله الان على السوق السعودي بنقل الاسواق الاخرى بحكم ان جميع الحضور يتداولون ويتابعون السوق السعودي. السوق السعودي لما ابدا في عمليه شراء شركات وابدا اذهب المواقع الرسميه في اتخاذ توزيع الارباح وحقوق المساهمين كارقام في السنوات الماضيه وابدا دراستها في توقع السنوات القادمه، هنا ابدا احدد السعر الاساسي. فكل ما قل كل ما ارتفع مكرر الربحيه وقارب من سعر السهم كان الامر ايجابي بالنسبه للسهم، وكل ما قل مكرر الربحيه كان امر يعتبر تزيد الخطوره في عمليه الاسهم. يعني أن مثلا سهم قيمته 100 ريال مكرر ربحيته 10 ريال هذا امن السهم، لكن السهم قيمته 100 ريال ومكرر ربحيه 5 هذا يعتبر عالي المخاطر. 6 يعتبر فيه مخاطر لكن اقل من 5. لو كان 8 مكرر ربحيه فيعتبر اقل مخاطر من 5 و6 ومقارب، ولكن عندي اللي هو نشاط الشركه نموها مبيعاتها ارتفاعها مثل ما توقعنا. البتروكيميكال من الاسبوع الماضي قلنا الاجواء الجيوسياسيه بالنسبه للمنطقه بدا في التوتر، القطاع البنكي حقق اهدافه بحكم رفع الفائده سابقا، والان جلس يتداول عند قمم متوقع السنه هذه ما يكون في رفع فائده على الدولار، فراح تثبت اسعار البنوك ما راح يحقق لها ارباح فقط. الاوضاع السياسيه الحاليه مرشحه انها ترفع اسعار البترول، فإذا قطاع البتروكيميكال مرشح أن يحقق نتائج خلال منتصف السنة هذه أو السنة القادمة، فيعتبر كدراسة مالية أنه متوقع رفع النتائج ومنها راح يحقق أرباح ما راح يحقق قمة سعرية. هذا بالنسبة كشرح مبسط مفصل، يعني آسف غير مفصل بالنسبة للندوة. فالآن عرفنا كيف عملية استفادة من المؤشرات اتخاذ الاتجاه رغم في عدة مؤشرات، عملية تحليل أساسي بسيط جدا كقراءة أرقام بالنسبة لغير المختص في التحليل المالي. الآن نجي عندنا للأهم اللي هو دائما نلاحظ عليه عدة مشاكل اللي هي شركات الفوركس. الفوركس وضحنا سبب الخسائر اللي هو أول سبب دخول المتداولين عشوائي، عدم معرفة الهامش والرافعة وتحديد العقد قيمة العقد وكيف يحقق أرباح. الشيء الآخر بالنسبة للشركات اللي تكون غير مرخصة أو شركات غير معترف بها، فإيداع الأموال عندها ما ترجع الأموال، وهذا اللي سبب سمعة سيئة وأبعد الناس عن مستويات الفوركس أو التداول في أسواق الفوركس. سابقا ما كانت معتمدة في السعودية، الآن في 2019 بدأ الاعتماد للشركات وبدأ من بنك الرياض والبنك العربي، الآن خلاص أنهى أوراقه، لكن الرافع عندهم عالية والعمولة عالية كأول بنكين يتداولون في المملكة العربية السعودية. الشركات الأجنبية أو الشركات الخارج السعودية نعتمد عليها في عملية ترخيص وعملية تداولها ولا تكون غرف مقاصة. واختصارا لهذا كأساس ما اتطرق فيه ونضيع وقت المحاضرة، ارجعوا قناتي في اليوتيوب بتحصلوني أنا قد تكلمت
وقد جاء شخص مختص معي وتكلم عن شركات الميكر والشركات والعقود وكيف تعرف الترخيص وكيف تعرف الشركة مرخصة أو لا، فيرجعونها وتعرف كيف اختيار الشركة. هذا بالنسبة للشركات، هذا اللي سبب اللي هو سوء سمعة لسوق الفوركس أو التداول فيه. سوق الفوركس سوق عالمي على مستوى العالم، يفتتح على ثلاث فترات: الفترة الآسيوية، الفترة الأوروبية، والفترة الأمريكية. تداول الفوركس مثل ما قلنا الممارسة في التحليل والممارسة مع متابعة السوق، تعرف آليته وتعرف من التداول. دائما مثل أسواق الفوركس الآن، السوق السعودي لدينا من الساعة 10 إلى الساعة 3، السوق الأمريكي الأوبشن مفتوح على مدى 24 ساعة ما عدا السبت والأحد، الفوركس أيضا مفتوح 24 ساعة ما عدا السبت والأحد. السوق السعودي إغلاقه الساعة 3 عصرا يكون السوق متوقف، أن تقدر تحلل على مستوى اليوم الآخر، لأن السوق واقف تقدر تأخذ تحليلك. الاختلاف في آلية التحليل بالنسبة أو فشل بعض المحللين أو فشل بعض المتداولين في التحليل في الأسواق العالمية، اللي هو أن السوق على امتداد 24 ساعة، السوق على امتداد تداول 24 ساعة. ال 24 ساعة هذه تبدأ يحلل على النصف ساعة والساعة ويبدأ يدخل كعمليات مضاربة ويتفاجأ بعكس الاتجاه. ليش؟ عندنا هنا لما نأخذ الفواصل على سوق الفوركس أو الأوبشن، لأن الأوبشن على الميتا تريد نفس التحليل هذا، لما نأخذ الفواصل حصل لنا 5 دقائق والربع ساعة والنصف ساعة والساعة والأربع ساعات واليومي والأسبوعي. وش أستفيد من هذه التحاليل أو الفواصل هذه في التحليل؟ على سبيل المثال عندنا إغلاق سوق الفوركس في التداول الصيفي يكون الساعة 12 بتوقيت السعودية، في التداول الشتوي يكون الساعة 1. عنده إلى هذه الساعة يعني الإغلاق اليومي، يعني كشمعة يومية تغلق، خلاص أنا شفت الشمعة اليومية اليوم أغلقت وافتتحت شمعة جديدة في نفس الوقت، أبدأ أخذ التحليل على اليومي. ليش أخذ التحليل على اليومي؟ لأن دائما في التحليل الكبير يأكل الصغير، الفاصل الكبير دائما يأكل الفاصل الصغير، دائما يأكل الفاصل الصغير، فأبدأ أحلل على اليومي. إذا اليومي معطيني إشارات على عمليات ارتفاع، فأبدأ أرجع الفواصل الصغيرة طول اليوم وأبدأ أخذ عمليات باي، عمليات باي اللي هي عمليات شراء على ارتفاع فقط، عمليات السل ما أقربها. ليش؟ لأن عندي اليومي معطيني عمليات ارتفاع، فأي عملية سل هي مخاطر علي. فاليومي كأكبر فاصل بالنسبة على مدى الأسبوع أخذ على تحليل يومي معطيني على ارتفاع، أبدأ عمليات الباي وعمليات الشراء وأبتعد عن عمليات السل، حتى لو حقق لي قمة ما أدخل فيه، لأنه ممكن يعكس على أي خبر أو أقل خبر يعكس وبعدين يسبب لي خسائر. أما إذا كان التحليل يومي على قمة في الإغلاق، أبدأ على الفواصل الصغيرة أشتري عمليات سل وأبتعد عن عمليات الباي هذا هو بالنسبة لتحليل الفوركس، يعني آخذ اليومي في البداية أشوف الإغلاق اليومي أبدأ أحلل اليومي، بعدها أنتقل للفواصل الصغيرة، أيضا هنا عندنا على الويكلي أو الأسبوعي. الأسبوعي لما أضع على الأسبوعي كعملية تحليل أشوف الإغلاق الأسبوعي، إذا معطيني عمليات سل أبدأ أدخل على عمليات السل. لكن كنصيحة، الأسبوعي دائما يكون مدى تذبذبه عالي، فأنت أعطاك سل راقب اليومي، اليوم يعطيك على مدى يوم يومين ثلاثة أيام، وممكن يتعدل على الأسبوعي، لأن التداول اليومي دائما يكون فيه اختلافات على مدى ثلاثة أيام أربع أيام يغير الأسبوعي. فدائما الفواصل أناظر على إغلاقه، أهم شيء عند الفاصل الكبير شو يعطيني، بعدها أبدأ الدخول على الفواصل الصغيرة، وهذا اللي سبب ربكة في عمليات المضاربة للسوق أسواق الفوركس أو الأوبشن الأسواق الأمريكية. وأيضا من الأخطاء اللي يقع فيها المتداولين في عمليات التداول في الأسواق الأمريكية الأوبشن أو أسواق الفوركس، ألا وهي معطيني على اليومي موجة صعود، أبدأ أدخل مع موجة صعود على الفواصل الصغيرة، لما يعطيني إشارة سلبية من طمع الإنسان يبدأ يدخل في عمليات السل، يقولك باخذ في الجهتين، وهذا أكبر خطأ. السوق صحيح فتح كجهتين، كعملية سوق التداول على اتجاهين سواء صاعد أو هابط، لكن مو في كل الأوقات أدخل في الاتجاهين في نفس العملة، لا،
انا ادخل على حسب ارتداد الموديل، يعني اليه السوق في عمليه الاتجاهين صاعد وهابط تحقق لي عمليه الموت الهبوط، اني اقدر ادخل في الهبوط وليس في عمليه جني الارباح او تعديل المؤشرات. يعني خلاص تحول السوق لموجه هبوط، ابدا خلاص اشتري على سن عمليه هبوط حتى احقق ارباح، بدا في موجه صعود ابدا دخول في عمليه شراء حتى احقق موجه الصعود. وليس كما يتوقع الكثير من المتداولين الاسواق الماليه في الفوركس والاوبشن الامريكيه اللي حق القمه على اللحظي بدخل معها اخذ نزول ارباح برجع ثاني على القمه اللحظي، لا هذا من اكبر الاخطاء، هذا من اكبر الاخطاء. وايضا من اكبر الاخطاء اللي هو عدم الترئيس في الدخول. يعني البعض يفتح يقول لك بيروح علي سواء سهم او عمله، اعتصم بيروح علي، لا ما يروح عليك، انت انتظر وحلل حتى لو فاتك في عملات غيره في اسهم غيره تقدر تدخل، بس اني ما ادخل الا بعد ما اكد على عمليه الدخول. يعني خلاص حللت شفت الاشارات شفت الفواصل الكبيره ابدا عمليه الدخول، لكني افتح وادخل وبعدين احلل هذا من اكبر الاخطاء اللي واجهها المتداولين المحللين. لانه يفتح يشوف اشارات ايجابيه يبدا يشتري على طول، او يشوف عمليات شراء بشكل كبير يبدا يشتري معهم بعدين يحلل، بعدين يتفاجئ انه للاسف دخل خطا ومنها يحقق الخسائر. هذا بالنسبه عندنا لاسواق الفوركس واسواق الامريكيه الاوبشن والسوق السعودي. اخذنا بالنسبه لمؤشر الار اس اي، واخذنا بالنسبه لمؤشر عمليه التحليل الفني والاساسي. هنا الان بناخذ لعمليه القمم والقيعان، القمم والقيعان هي نظريه داو، اللي هي نظريه داو كلمحه بسيطه عنها. اي قمه تتكون عندي هنا، اي قمه تتكون، اي راس مثلث، يعني مو شمعه تكون قمه، لا يعتبر راس مثلث. خلونا ناخذها بس على القلم حتى يكون واضح للجميع. يعني هنا عندي رأس مثلث، لاحظ رأس المثلث هذه تعتبر منطقة مقاومة، تعتبر منطقة مقاومة. وماذا تعني منطقة المقاومة؟ منطقة المقاومة اللي خلاص وصل هنا، فعملية البيوع كانت أكثر من عمليات الشراء، فمقاومة عمليات الشراء أدى بها إلى عملية الهبوط، تعتبر منطقة مقاومة. أي مثلث مقلوب، لاحظوا يا شباب، لاحظوا هنا عندي مثلث، يعتبر منطقة دعم، يعتبر منطقة دعم. وماذا تعني منطقة دعم؟ أي أنه وصل إلى مستويات بدأت عمليات الدعم اللي هي دعم المحافظ، دعم الصناديق في ضخ سيولة وعملية الشراء، أي مناطق الدعم من هذه المنطقة بدأ الضخ للسعر المغري أو وصول المؤشرات الفنية إلى إشارات إيجابية مهما كان، فتبدأ هنا تسمى منطقة دعم لرأس المثلث. لو لاحظ هنا منطقة الدعم، لاحظ هنا ما زال السعر مستمر، فأعطاني منطقة دعم والارتداد منها. طبعا ارتداد منطقة دعم، منطقة مقاومة تعتمد بعد توفيق الله على قراءة مؤشرات تعطيني إشارات إيجابية وتعطيني إشارات سلبية، إما في الارتداد من منطقة دعم والعودة للصعود من جديد، أو في عملية كسر منطقة الدعم وتحقيق قاع جديد. منطقة الدعم، هذه منطقة الدعم الآن، وهذه منطقة الدعم ارتد منها، ارتدت منها الشموع. نلاحظ هنا كسر منطقة الدعم. وليش تسبب كسر منطقة الدعم؟ أي أن عمليات البيوع سواء خبر سلبي على الشركة، أو أن الشركة حققت خسائر، أو أن في العملات مثلا الدولة نفسها مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جت أخبار عليها، فتم تحقيق كسر القاع. كسر القاع هنا تتحول على طول، هذا القاع المكسور يتحول إلى منطقة مقاومة، يتحول إلى منطقة مقاومة. لاحظوا هنا أعطاني قاع، هنا أعطاني مقاومة، شوفوا لاحظوا مثلث، أعطاني مثلث. فلذلك أي قاع مكسور أو أي منطقة دعم مكسورة تتحول إلى منطقة مقاومة، تتحول إلى منطقة مقاومة. وأي مقاومة مخترقة تتحول إلى منطقة دعم، يعني لو تم الإغلاق هنا وتم التداول يرجع إلى منطقة دعم، يرجع إلى منطقة دعم، فتعتبر مقاومة مخترقة منطقة دعم، منطقة دعم. طبعا الأشياء هذه اللي هو كيف تنبأ بكسر الدعم او باختراق المقاومه، هذه على قراءه مؤشرات وقراءه الفوليوم والتداول والسيوله في التحليل الفني كدورات تحليل فني متقدمه. لو الانسان حاول انه يطور نفسه في اخذ الدورات هذه راح يتحقق امامه اللي هو يقدر يقرا الاشارات ويتنبأ بها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
لكن كقراءة مبدئية للقمة، الدعم والمقاومة دائما ما نسمع اللي هو اختراق مقاومة أو اختراق قمة اللي هو كسر دعم أو كسر قاع، هذا ما يسمى القاع أو يسمى القمة، أو ما يسمى الدعم يسمى المقاومة. كمثال بسيط أمامكم الآن، وهذه آلية التداول. الآن بعد أن أخذنا فكرة شاملة، مو فكرة شاملة يعني كرؤوس أقلام عن التداول وعن التحليل على الأسواق المالية، لاحظنا أن سبب الخسائر أولا المحلل ما يمارس التحليل، شيء آخر العاطفة في عملية يشوف عملية يشتري يبدأ يشتري يبدأ يحلل، هذا أكبر خطأ. الشيء الثالث والأهم اللي هو عندما يرغب في تنويع الأسواق المالية يدخل وهو ما يعرف وش آلية التداول في السوق. فآلية التداول في السوق مهمة جدا حتى يكون متداول واعي ويكون على مقدرة من العلم في عملية التداول. ويتبقى الأهم وهو العنصر الأول، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى في أي عملية ندخلها أو أي تجارة ندخلها. لا أهم أني أنا كبشر أبذل الأسباب في عملية تحقيق المتطلبات للمشروع التجاري اللي بأدخله كعملية اقتصادية، أو في عملية تجهيز أدواتي للدخول في الأسواق المالية. جميع الأسواق المالية حقيقية، سواء سوق سعودي أو سوق فوركس أو أوبشن، ولكن توجد بعض الشركات ربما تكون شركات غير مرخصة، أو يقع العاتب الأكبر على المتداول نفسه للدخول دون دراية ودون علم، دون دراية ودون علم. حتى وفي السوق السعودي معظم المتداولين ربما يتابع الأسعار عن قناة العربية، ليس لديه أي فكرة عن البرنامج أو ليس لديه فكرة عن العرض والطلب. الآن جميع الأسواق المالية فتحت كحساب تجريبي، تقدر تفتح كحساب تجريبي وتبدأ التداول. لكن عيب المتداول في أي سوق من أسواق المالية في الحساب التجريبي، المجرد افتتاحه للسوق التجريبي يبدأ عملية شراء وبيع عشوائية، إيه ربحت إيه ربحت دبلت المحفظة ما أدري إيش، لأنه يشتري ما يفكر، يشتري ما يفكر، لأنه ما يخسر شيء من حلاله. فلذلك يحس ان السوق ايه لما يفتح حساب حقيقي يبدا يداول بشكل حقيقي يبدا يشوف الخسائر بدخول العشوائي، يقول لك ايه كان لاعبين على في الوهمي. الوهمي انت كذبت على نفسك، كنت لعبت على نفسك لانك تداول بلا شعور او بلا مسؤوليه، وهذا هو سبب الخسائر. الان الاتجاه العام ده في انواع التجاره الاعوام القادمه هي التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، من أسواق مال، من مطاعم، من أي شيء. لاحظ الآن الأجهزة الذكية صارت تلبي طلبات كنت موجود. فالمشاريع التجارية اللي يفكر فيها لابد أن تكون رقمية. أسواق المال بدأت في الاتساع وبدأت توجه لها بشكل كبير. لاحظنا حتى السعودية بدأ يتحول العقار إلى سوق الأسهم وصناديق الريت، عاد من ناحية أسعار منخفضة أسعار من مرتفعة ما لا يعني ما نقدر نتكلم فيها، لكن يعني نتطرق انها حتى يعني العقار اللي كان اول العقار ابن البار كامثال في المملكة العربية السعودية لدينا وفي مستوى الخليج اتجهت الى سوق الاسهم، لانها خلاص تداول رقمي، بدات كتداول رقمي. العملات جميعا موجودة مع تداول النفط والفضة والذهب. بنتطرق النقطة الاخيرة اللي هي العملات الرقمية. العملات الرقمية تداولها في غاية الخطورة، تداولها في غاية الخطورة. ما يهم أن حققت أرباح البيتكوين طلع من 3000 إلى 10000 دولار، خطورتها تتمكن أن ما لها أي تغطية دولية أو ما لها أي صفة رسمية. فتتمكن خطورة هنا العملات الرقمية الغير مرخصة في عملية إغلاق العملة ووقتها راحت عليك فلوسك. هنا الآن لما تشتري يورو مقابل دولار، لو البنك أو الشركة اللي مرخص فيها حاولت أنها تغلق أو أفلست الشركة، لديها ضمانات بنكية في عمليات التعويض، المحفظة المتبقي المحفظة ليس التعويض كامل المحفظة. لكن لما تكون في العملات الرقمية مالك أي تعويض لو أفلست البنك أو أغلقت العملة، لأنها غير مرخصة تحت غطاء دولي. فدائما تبحث عن درجات الأمان في التداول في الأسواق المالية. طبعا هذا شباب شرح كان مبسط بالنسبة للأسواق المالية، شرحنا فيه
له آلية السوق السعودي وآلية السوق الأمريكي من ناحية التداول وكيفية معرفة آلية الأسواق ككل. شرحنا أيضا التحليل الفني، مقتطفات من التحليل الفني لأنه يحتاج دورة كاملة، من ناحية كيفية قراءة مؤشرات الإشارات الاستباقية، لكن في مؤشرات أخرى وليس الاعتماد على مؤشر واحد، لأنك أنت تداول مع مجموعة متداولين وليس متداول واحد حتى تقدر تتخذ القرار على مؤشر واحد. تطرقنا إلى السوق الأمريكي والأوبشن وآليته أنه بعقود محدودة، تطرقنا إلى سوق الفوركس والمعادن وأن آليته مفتوحة بالعقود ولكن يوجد اللي هو مستوى الهوامش ولا بد معرفتها والرابعة المالية. إذا في أي استفسار يا شباب أو سؤال بالنسبة للي أخذناه عن نقاط مقتطفة، أي سؤال أو استفسار يا شباب؟ يعطيك العافية أستاذ فيصل، أشكرك على المحاضرة اليوم، طبعا أجدت وأبدعت، جزاك الله خير، نتمنى أن تكون الفائدة وصلت لجميع الأخوة المتواجدين معنا. أنا أعطي الوقت للأخوة حتى يكتبوا الأسئلة، أعتقد أنت قادر على أنك تشوف الأسئلة، كذلك الأمر صحيح؟ نعم صحيح، لكن البوكس حق الأسئلة عندي طالع صغير جدا، حاول تكبره ما تكبر معي. على كل، انا بوصلك الاسئله. عندنا الاخ حامد الرشيدي يسال، يا ليت يا استاذ تشرح لنا العرض والطلب. بالنسبة للعرض والطلب، خلينا ناخذ على مستوى السوق السعودي بعدين على مستوى العملات والفوركس لأنها موحدة. العرض والطلب اللي هي عملية الطلبات أو المتداولين كم الطلب. يعني هنا الطلب عندي في السوق السعودي، خلينا ناخذ على مستوى السوق السعودي، الطلب عندي على مستوى 27، حجم الطلب 43,000. أنا لما أضغط كليك يمين وأفتح الشاشة أروح حسب الطلب، يعني هي الطلبات والعروض، راح يعطيني حجم الطلب. العدد هنا عدد الأشخاص اللي طالبين بكمية 43,000، السعر على مستوى 27. العرض عندي هنا على مستوى 27 وربع، حجم العرض 127,000 سهم، 124,000 سهم، شخصين لعرضي. وش فائدة العرض والطلب؟ فائدة العرض والطلب أنا أما أمسك سرة أحط طلبي هنا وأمسك سرة معهم لحد ما ينزل ويعطيني، أو أطلب من العرض، أو أطلب من العرض يكون شرائي فوري، يكون شرائي فوري من العرض. هنا تتمكن في التحليل الفني، لما أعرف أن عندي إشارات سلبية راح ينزل مستويات الدعم، أضع طلبي في إحدى الطلبات هذه على مستوى الدعم اللي راح ينزل له أو متوقع أن يوصل له السهم أو العملة. أما إذا كان العملة معطيتني إشارة إيجابية وإشارات موجة صاعدة، فأبدأ آخذ من سعر الطلب، أبدأ آخذ من سعر الطلب. ليش؟ أنا راح يرتفع ما راح ينزل المستويات، ما راح ينزل مستويات الطلب، فأبدأ إشراء من العرض. في العملات لما نشوف هنا اليورو دولار، هنا لما اشتري طبعا هنا فرق العمله ما بين ال 45 وال 33 هذه المتغيره، هذه فرق النقاط اللي يعطيني بالسالب، مثلا اللي يعطيني خسارتي بالسالب، لان هي كعمله تؤخذ البنك كعموله في البيع او في الشراء، في الشراء فقط، لان في البيع ما في عمله، في الشراء فقط. فالفرق هذا هو اللي يعطيني ما بين السل والبال، اللي ما بين العرض والطلب، اللي هو يكون النقاط النقطتين الاخيره هذه ال 54 53، اي بينها نقطة واحدة. يعني مجرد ان اشتري عقد واحد قيمة العقد سواء كان ب 10 سنت راح يخصم مني 10 سنت، قيمة العقد 10 دولار راح يخصم مني 10 دولار، قيمة نقطة واحدة اللي تكون الفرق في عملية البيع والشراء، في عملية البيع والشراء كعقود فوركس. لكن في السوق السعودي هذا فقط لوضع الأوامر في استقبال الطلبات في حالة النزول، أو إذا الموجة صاعدة فأنا آخذ من العرض حتى أواكب الصعود. تفضل سيد رايد، السؤال الثاني لأنه ما طلع عندي. السؤال الثاني هو للأخ حامد، يسأل عن التحليل الموجي. طبعا يعني باختصار، كونه في عندنا قائمة أسئلة كمان تليها، وبس توضيح للأخ سيف، بإمكانك تكتب السؤال ونحن راح نمر عليه إن شاء الله ونجي. تفضل أستاذي.
بالنسبة للتحليل الموجي، خلينا نتكلم عن التحليل الموجي، في عدة تحليلات. التحليل الموجي أساسا في البداية هو يعتمد كتحليل مالي، يعتمد كتحليل مالي 75%. التحليل الموجي كقمة وأهم شيء ما يكسر الرابعة ونواصل الخامسة، هذا يعتبر تحليل فني، واللي هي نظرية داو، تعتبر كنظرية داو. ليش؟ لأن أقول إذا ما كسرت القمة فتعتبر منطقة دعم، مثل اللي شرحناه قبل شوي. لكن في الأصح التحليل الموجي، انا كيف اني اقدر احلل الموجه؟ راح اضربها لكم بمثال بسيط جدا كماليا. انا افتتحت مشروع هنا، الشركه هي مشروع او نشاط قائم، بدات في تحقيق الارباح على مستوى 5 سنوات، فكرت اني اطور المشروع، المشروع هذا راح يحتاج مني مبلغ راح يقتص بجزء من الارباح، راح يقتص كجزء من الارباح، معناته ان ارباحي راح تنزل في افتتاح المشروع الثاني، لكن ما راح تنزل كثير، راح ممكن تنزل النص او الربع. فنزول هذه المستويات فتحت المشروع الثاني، بدأ المشروع الثاني مع النزول، هو قاعد الآن يأسس المشروع وبدأ المشروع في عملية النشاط وبدأ بالإنتاج، فالربح راح يكون عندي دبل، بدل ما كنت أكسب 100 ريال صرت أكسب 200 ريال من ناحية المشروع، لأن كان الإنتاج تضاعف عندي، فيكون عندي ارتفاع في الأرباح. ارتفاع الأرباح دائما الموجة الثالثة تكون موجة صاعدة وموجة دافعة قوية بما تسمى من المحللين، لأنها أساسا أول موجة تكون فيها دبل الأرباح، فالمنشأة تحس بالدبل أرباح عالي جدا بعد التصحيح. التحليل الموجي أو تحليل موجات أوليوت بالذات هي تعتمد ماليا كأكثر للتحليل، ولكن ما يوضع هو يقول لك الآن هذه 1 2 3، في نزول 3 لابد أني ما أكسر 4، لو انكسرت 4 تتحول وتتحول، هذا تحليل نظرية داو كتحليل فني، لو كسر القاع ما كسر القاع، لأنه ما اعتمد على التحليل الأساسي والتحليل المالي، يعتبر كنظرية داو للتحليل الفني. تفضل أستاذ رائد. لدينا سؤال آخر يطالب الأخ سعود بإعادة شرح الهامش في سوق العملات. الهامش بالنسبة، راح نرجع نطرق من جديد. الهامش عندنا هنا الهامش الحر والهامش اللي يسمى الهامش المحجوز، اللي هو الهامش المحجوز. الهامش الحر هو اللي يتحرك فيه مدى النقاط، اللي يتحرك فيه مدى النقاط. يعني الآن أنا عندي 10,000 دولار، هذا بالنسبة للمحور التجريبية 10,000 دولار، فاتح محور تجريبية يا شباب. المحور التجريبية مداها اللي هو، لا خلنا 10,000، طبعا أنا نفذت صفقة وقفلت على طول، صار 9,999 اللي هو 10,000. فأنا أبدأ أحدد الهامش هنا هو مبلغ التأمين، مثل ما قلنا مبلغ التأمين، لأنه معطيك سيولة لهم حتى تقدر تتداول وتحقق يعني نقاط بأعلى. الهامش هنا هو مبلغ التأمين اللي يحجز عليك. مبلغ التأمين كيف يحجز؟ بقيمة العقد اللي أنت تحدده. حددت العقد بسنت، ب10 سنت مثلا، راح يكون مبلغ الحجز 100 دولار، و900 دولار اللي هي عملية التذبذب، يعني لازم ينزل 900 دولار حتى يمسح المحفظة ويرجع لك مبلغ التأمين، الله لا يقوله. حطيت العقد بدولار راح يأخذ مثلا منك 1000، إذا كان رافع 1%، لما يأخذ 1000 يبقى عندك 8000، فلا بد ينزل 8000 نقطة حتى يمسح لك المحفظة ويرجع لك مبلغ التأمين اللي هو يسمى الهامش، اللي هو 1000 دولار. الهامش الحر هو مدى التحرك، يعني كل ما كان الهامش الحر أعلى كل ما صار درجة الأمان أعلى، وكل ما صارت النقطة أقل كل ما صارت درجة خسارتك أقل. فلذلك دائما وذكرنا في المحاضرة أن التداول في أسواق الفوركس يكون 1% من رأس المال، أي 1000 دولار أتداول بدولار إلى دولارين، وهذا تعتبر مخاطرة. 5,000 دولار أتداول بال5 دولار حتى يكون مبلغ الخسارة لا قدر الله في إيقاف الخسارة قليل جدا. مدى التحرك الهامش يكون عالي جدا، حيث لو نزل لابد انه ينزل نقاط كثيره، مثل الان 10 دولار وانا اتداول ب 5 دولار يعني يحتاج تقريبا 5000 نقطه حتى ينزل وبعدين امسح للمحفظه، فالمدى بعيد جدا، فهنا اقدر اخذ راحتي في عمليه التداول او في عمليه الجلوس في العمله وتحمل التذبذب العالي، وتحمل التذبذب العالي، لان العملات تذبذبها بعض الاحيان على الأخبار أو أخبار الدول أو الأخبار السياسية يكون تذبذب عالي جدا. أتمنى تكون فكرة وضحت وصرت إن شاء الله. الأخ حامد
يسأل أفضل مدرسة لتحليل السوق السعودي. بالنسبة لأفضل مدرسة ليس للسوق السعودي، لجميع الأسواق، ليس للسوق السعودي وإنما لجميع الأسواق. أفضل مدرسة، طبعا ما أفضل المدارس، أنا راح أشرح لكم وأنت راح تستنبط اللي هو أفضل مدرسة. لاحظ الآن التحليل الكلاسيكي اللي هو على المؤشرات وعلى المتوسطات وعلى النماذج دائما يكون هو الأساس. ليش الأساس؟ لما نشوف مدارس الهارمونيك يقول لك اخترق اللي هو القمة السابقة، اخترق قمة بي مثلا، اخترق متوسط 20، اخترق متوسط 200. فرغم المدرسة مدارس هارمونيك يعني تمت مادة في 2008 كمدرسة حديثة، لما نشوف ان التحليل الهارمونيك يعود الى التحليل الكلاسيكي، لما نقيس الاهداف لاحظنا متكون نموذج ومعطينا نفس نموذج الهارمونيك. فدائما المحللين يعودون الى التحليل الكلاسيكي من ناحية متوسطات، من ناحية مؤشرات. حتى لو نلاحظ مثلا موجات الولف ويف اللي موجات الذيب، يقول لك خامسه لكن امام متوسط ال 200 يوم كمنطقه مقاومه، لابد نعتمد على مؤشر الار اس اي حتى انه متضخم احتمال انه ما يتجاوز الخامسه وتنقطع. فيعودون الى المدرسه الكلاسيكيه، فالاساس هي المدرسه الكلاسيكيه حيث انها اقدم مدرسه في التحليل، وبعدها تعود المدارس الاخرى كعناصر مساعده في تحديد اهداف. ولو لاحظنا جميع المدارس، لو اتقنت التحليل في جميع المدارس لاحظ ان جميع الاهداف متقاربه، يعني تفرق فقط كمنطقة، ولجميع الأهداف تكون متقاربة. وعودة المدارس المدرسة الكلاسيكية تنبأ أن هي الأساس بالنسبة للتحليل الفني. تفضل أستاذ رائد. زاد فضلك الأخ نايف النايف يسأل ما هي أفضل شركات الفوركس المجربة والمعترف بها؟ وأنا هنا راح أضيف بالسؤال، ما هي مزايا الشركة الجيدة والشركة السيئة بالنسبة للعملاء؟ كيف يقيم أو كيف يختار العميل الشركة؟ تكفي الإجابة أستاذ. بالنسبة لأفضل الشركات، يعني إلى الآن ونشوف نشوف المؤسسة النقد جالسة تحارب الشركات ومعها حق في ذلك، اللي هو يعني كثرة الشركات الغير مرخصة. أنا ما راح أذكر مسمى ثاني، راح أذكر الشركات الغير مرخصة. الشركات الغير مرخصة دائما يكون فيها عملية السحب وعملية الإيداع، دائما تكون فيها صعوبة. حتى لو كانت شركة قوية بعض الأحيان مؤسسة النقد تمنع التحويل لهذه الشركة. يعني أنا ما راح أذكر أسماء، في شركات انا كنت اتداول فيها وكانت معتمده وكانت تجيني حوالات منها، وللاسف منعت مؤسسه النقد ما تجي حوالات للسعوديه. فانت لما اختيارك الشركه لابد تكون شركه مجربه كاول نقطه، شركه تكون مرخصه، الشركه تكون تداولاتها فعليه، وبالاصح كمبتدئ لابد تسال انسان تداول في هذه الشركه وليس تداول عشوائي وانما تداول بخبره. وقت تقدر تحدد الشركه هل هي صحيحه او لا. والسبب اني ذكرت لك ان بعض الشركات كانت معتمده ولها ترخيص ولكن ممنوعه من التحويل من مؤسسه النقد الى المملكه العربيه السعوديه، فانت لما تبغى تسحب فلوسك مضطر تفتح حسابات في دول الخليج حتى تجيك المبالغ، وهذا مجهود عليك. ولكن لما تكون عندك شركه تقدر تحول المملكه العربيه السعوديه، او شركه تقدر تعطيك بطاقه للسحب من حسابك في الفوركس وانت في السعوديه، هذه اعتبرها شركه معتمده والتداول فيها باذن الله يكون آم. تفضل سيد رايد. طبعا اضيف ولكن يعني انه شركه ايكويتي شركه وساطه مرخصه من مجموعه من الدول، نحن مرخصين من هيئه الرقابه الماليه البريطانيه ومن هيئه الاوراق الماليه الاردنيه، وكذلك لنا تواجدنا في الخليج من خلال الامارات، ونقدم بطاقات السحب CTD كاردز بامكانكم ايضا الحصول عليها. سيتم التواصل معكم من قبل شركه ايكويتي و شرح تفاصيل ومزايا الشركة بشكل أكبر. دون الإطالة عليكم أكثر نعود إلى الأسئلة سريعا. الأخ نايف أيضا يسأل هل الأوبشن يلزم التقيد بتحديد الوقت عند البيع أم لديك الحرية بالبيع متى أردت ذلك كمثال عند ارتفاع السعر؟ لا، ليس محدد الوقت أنك في حالة أنك ما بعت. بالنسبة للأوبشن ذكرنا أن العقود محددة كأسبوعيا أو شهريا او على مدى الفترات يعني 6 أشهر او سنه. في حاله ارتفاع العقد قبل تحقيق الاسبوع تقدر تبيع، لكن في حاله انه ما وصل للهدف او انه كانت العقد خسران وتبغى يحقق الارتفاع من جديد
وانتهى الوقت يسمى حرق عقد يروح عليك، اللي هو يسمى مبلغ التأمين يروح عليك، هذا في مجال الاوبشن لانه محدود الوقت، انتهيت مدة اسبوع فخلاص انتهى الاسبوع، انت ما بعت سواء خسران او ربحان يروح عليك مبلغ العقد، اذا كنت ربحان يرجعك لك، اذا كنت خسران يحترق عليك مبلغ التأمين. تفضل استاذ رايد. تمام. عندنا الأخ معتوك يسأل كيف يمكنني أن أتداول في السوق الأمريكي بأمان بعيداً عن الشركات المشبوهة من خلال البنوك السعودية، لأن التحويل إلى شركات وساطة خارج البلاد فيها معاناة ومخاطرة عند التحويل أو استرجاع أرباح أو رأس المال. بالنسبة للأسهم الأمريكية تقدر تداولها عن طريق عدة بنوك في السعودية، طبعا ما نقدر نذكرها الان بحكم انها تعتبر دعايه شيء، لكن عده بنوك لو سالت عنها راح تقدر تحصل بنوك تداول، لكن عمولتها عاليه شوي، يعني انا اكون صريح عمولتها عاليه شوي في عمليه البيع والشراء كبنوك سعوديه على تداول فكرة من ناحيه. أستاذ فيصل، نحن قريبا إن شاء الله راح يكون عندنا مجموعة من الأسهم الأمريكية، ونحن نبدأ بالفانك اللي هي فيسبوك وأمازون ونتفليكس وجوجل، راح تصير متواجدة على منصة إكويتي، بإمكانهم أيضا المضاربة والتداول عليها. ممتاز جدا. تفضل استاذ لكونه رايد هي في الأسهم اسئله. التي تحصل على السيولة الأكبر وعليها التحركات والطلب الأكبر. عن الأخت نورة تسأل كيف أعرف أن هنا نقطة دعم؟ نقطة الدعم دائما ذكرناها باللي هو مثلث مقلوب. يعني طبعا اذكر مثلث مقلوب حتى يكون واضح للمتداولين. اللي هو عملية قاعدة اللي هو مثلث مقلوب. المقاومة مثل ما قلنا رأس مثلث، دائما رأس المثلث يكون منطقة مقاومة، رأس المثلث المقلوب يكون منطقة دعم، منطقة دعم أو تعتبر منطقة قاع. وأيضا الدعوم والمقاومات ليست فقط على المثلث المقلوب أو على القاع أو على القمة، لا، هنالك أيضا في أدوات التحليل الفني والمؤشرات تكون عمليات الدعوم والمقاومات على المتوسطات على المؤشرات الفنية، نقدر نستخلص منها عمليات الدعم والمقاومة في المؤشرات الفنية. جميل. في عندنا الأخ حامد يسأل كيف نستفيد أو كيف أستفيد أنا كمضارب بشأن خبر مسبق وبشأن توزيع الأرباح، عندما مثلا يوجد خبر كشركة، ما راح نذكر اسم الشركة، بتوزيع الأرباح، هل أنا كمضارب كيف أستفيد منها؟ بالنسبة أنا بشرح نقطة معينة خصوصا في السوق السعودي بحكم جميع المتداولين في السوق السعودي. عندنا مقولة مشهورة في السوق السعودي يقول اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر. المقولة غير صحيحة، لكن بعطيك لماذا أطلقت هذه المقولة. أطلقت هذه المقولة لأني أنا كدراسة كتحليل أساسي أو تحليل مالي عرفت أن الشركة راح تبدأ توزيع أرباح وراح يرتفع مكرر الربحية وراح يرتفع القيمة السعرية أو القيمة العادلة لسعر السهم، فابدا الشراء من القاع، فمع عمليه الارتفاع يكون حقق الهدف السعري، يعني مثلا من 10 الى 20 حقق الهدف السعري، عند ال 20 حسب الدراسه الماليه انه راح يوزع ارباح، فلما يتم توزيع الارباح المستثمرين او المتداولين يبداون البيع لانه حقق الهدف السعري او القمه السعريه، فيبدا عمليه البيوع فيكون فيه عمليه الهبوط او جني الارباح، فهنا يبدا عمليه البيوع اللي هو على الخبر، وهذا هو عملية الاستفادة. الاستفادة يكون من قبل وصول القمة السعرية إلى الخبر المستهدف، يعني دخول يكون قبل الانطلاق، أما إذا وصل إلى المنطقة السعرية المحددة فهذا يعتبر مخاطرة وإنما سوف يكون هناك جني أرباح. تفضل أستاذ رايد. تماما، عملية التسعير المسبق للأحداث تستمر. الأسئلة، السؤال الثاني للأخ معتوق يسأل بدأت التحليل الفني عن طريق الكلاسيكي مبتدأ ومتقدم وأخذ دورات أخرى ومنها برمجة وكذلك دورات، هل لو احتجت إليك في التدريب ستدعمني في مسيرتي التدريبية؟ ويطلب أن يكون في دعم مباشر لإله الأخ معتوق الزهراني. بالنسبة للدعم أنا أعتقد الأخ معتوق أخذ دورات معي سابقة يعني، وبالعكس اللي أخذ دورات معي أنا دوراتي دائما مفتوحة، دائما متواصل مع المتدربين إلا في ظروف معينة يعني إذا ما استطعت التواصل، لكن دائما متواصل معهم في عملية اللي هو تطوير أداء المتدرب، ومنها يكون تصحيح لأخطاء المتدرب، ومنها يكون أساسا ممارسة. لكن معظم المتدربين مثل ما ذكرت في بداية المحاضرة أنه مجرد ما يتلقى العلم
ما يمارس العلم فقط يعتمد على زملائه، سواء اذا كنا في جروب مجتمعين بحيث النقاش يعتمد على قراءه زملائه، وهو ما يمارس يكون عنده الاخطاء لو كان يتخذ القرار وحيدا. لكن الممارسه هي الاساس الصحيح في التحليل، ومنها انا شخصيا راح يكون مني دعم لاي متدرب مستقبلا باذن الله. السؤال لي بس ملاحظة للأخ سيف، بالطريقة نفسها اللي كتبت فيها تسأل كيف أسأل، يا ريت تكتب سؤالك وسوف نقوم ب يعني سأقوم بطرحه مباشرة على الأخ فيصل. عندنا الأخ نايف يسأل بالنسبة لبرنامج الميتاستوك نستخدمه بتاسي، فهل نقدر نربط بالمنصات الأخرى خصوصا الأمريكي بما أنه هو ضبط القوالب واستفاد منها بالسوق السعودي، لكن المشكلة السيولة على الأسهم فلربما تنجح بالأسواق العالمية؟ يعيد السؤال مرة أخرى، كيفية عمل ربط ببرنامج الميتاستوك؟ عملية الميتا ستوك، أنا أعرف أن في عملية ربط، لكن كتقنيا أنا ما أعرف عملية الربط، لكن في عملية ربط سواء في أسواق البورصة أو في أسواق الأمريكية، في عملية ربط لكن تقنيا أنا ما أعرف. لكن عندك الميتا تريد أيضا نفس القوالب اللي تقدر تضعها في الميتا ستوك تقدر تضعها على برنامج الميتا تريد. لو لاحظنا هنا الإدراج اللي هو المؤشرات، البنود اللي هي من القنوات والفيبوناتشي، ومن هنا الخبراء تقدر تضيف القوالب اللي انت تحتاجها، تقدر تضيف القوالب اللي انت تحتاجها على البرنامج ميتا تريد. فلذلك اساس انا ما فرقت الميتا ستوك لان تقنيا ما اعرف له ولا فرقته، لكن المعلومه اللي عندي نعم صحيح تقدر تربط الايمي بروكر وتقدر تربط الميتا ستوك على الاسواق الامريكيه وعلى منصات العملات. يعطيك العافية. أضيف على هذا الإجابة، هي تعود أيضا لشركة البروكر إذا كانت فاتحة من قبلها أنه يكون الأوبن سورس، أو أنه بإمكانك تستخدم المنصة ميتاستوك وتربط عليها التسعير والتنفيذ، أو أنها تكون توفر هذه المنصة البروكر اللي أنت تتعامل معه. الأخ بدر يسأل ما هو أفضل فاصل أبني عليه في عملية الشراء؟ بالنسبة كأفضل فاصل في عملية الشراء أو في التحليل الفني، أنا دائما أخذ الفاصل الأكبر ومنها أبدأ في عملية الشراء أو اتخاذ آلية السوق في الاتجاه. لكن دائما المتوسط دائما في التداولات، بحكم جميع اللي يتداولون في السوق السعودي ليس مضاربين على المستوى البعيد ولا مضاربين على المستوى القصير أو متوسط، دائما يكون عندي التحليل اليومي هو الأفضل، يعني أحلل بعد الإغلاق اليومي وبعدها أخذ الفواصل الصغيرة ويبدأ عمليات الدخول على الفواصل الصغيرة، ومنها نتطرق إلى الأسبوعي إذا احتجنا، إذا احتجنا يكون على المستوى الأسبوعي. أما إذا كنت أنا على مستوى بعيد في عمليات المضاربة، طبعا ما يسمى مستثمر، يسمى عملية مضاربة بعيدة المدى، فيكون التحليل على الشهري والأسبوعي كأفضل، ولكن تتحمل التذبذب العالي في الأسواق الأخرى غير السوق السعودي. تفضل أستاذ رائد. زاد فضلك. في عنا الأخت نورة، ما هو أفضل برنامج لمتابعة الشارتات؟ جميع البرامج موحدة، لأن جميع المؤشرات وجميع البرامج، البرنامج اللي أنت ترتاح له تقدر تحلل عليه، البرنامج المعتمد في الأسواق العالمية غالبا ميتا تريد اللي هو أمامكم الآن، في السوق السعودي عدة برامج منها التيكت شارت، منها الاتجاه، منها مباشر، جميع منصات السوق السعودي موجودة فيها جميع المؤشرات، فأنت تبحث دائما الأفضل لك والأسهل لك واللي أنت تعودت عليه من ناحية التحليل. الأخ سيف يسأل ما هو أقوى المؤشرات الذي يعتمد عليه في الدخول والخروج، RSI، MACD، ولا الأمر آخر؟ يعني أيضا يضيف المضارب اليومي على أي فاصل يعتمد. بالنسبة للمؤشرات أنا ذكرت يوم شرحت مؤشر الـ RSI قلت لكم هذا أحد المؤشرات، وأكبر خطأ أنك تأخذ المؤشر تأخذ القرار على مؤشر واحد. أنت لما تتداول سواء في السوق السعودي أو في أي سوق من أسواق العالم، أنت تتداول أمام مجموعة كبيرة من المتداولين سواء كانوا صناديق أو صناع سهم أو متداولين، فاتخاذك على قرار مؤشر واحد هذا خطأ، فلابد تكون عدة مؤشرات منها تبني القرار عليها من ناحية الإيجابية والسلبية، في توافقها مع الإيجابية كالأغلبية أو توافقها على السلبية كأغلبية، منها أقدر أتخذ القرار، لأن في مؤشرات سيولة، في مؤشرات اتجاه، في مؤشرات عزم، في مؤشرات قوة البيع والشراء، فأنا أصنف عدة مؤشرات وأشوف
مدى قوة التأثير سواء إيجابي أو سلبي، ومنها يكون اتخاذ القرار. وبالناحية المضارب اليومي، دائما عملية الشراء من أكبر الأخطاء اللي بأشتري وأبيع بعد نصف ساعة. أنا أشتري على هدف تحقق الهدف، أبيع تحقق لا قدر الله خسارة عند وقت الخسارة أبيع، لكني أحدد مدة زمنية كنصف ساعة أو يوم أو يومين، هذا من أكبر الأخطاء. فالمضارب دائما يحدد منطقة هدف في حالة الوصول لها أو قريب منها يبدأ عملية البيع، سواء بإيقاف الخسارة لا قدر الله أو بعملية جني الربح. تفضل أستاذ رائد. السؤال، المضارب اليومي على أي فاصل؟ يعيد سؤاله الأخ سيف. المضارب اليومي، إن قلنا دائما التحليل ما يكون مضارب يومي، أنا أحلل على المدى اليومي، ومنها أشوف مدى الاتجاه، إذا كان السوق اتجاهين أتجه الفاصل الصغيرة وأبدأ أتخذ على حسب الاتجاه اليومي. أما في السوق السعودي دائما أخذ الاتجاه اليومي الصاعد، ومنها أتجه الاتجاه الفاصل الصغيرة أبدأ أضارب عليه، يعني فاصل نصف ساعة مثلا أعطاني إشارة شراء أشتري، ما أعطاني إشارة بيع أبدأ أطلع إلى تحقيق الهدف السلبي في النزول في جني الأرباح بالنسبة له، وأعطاني نصف ساعة دخول مرة ثانية أبدأ أدخل معه. ولكن الأهم عندي الفاصل الأكبر اليومي اللي هو يكون يحدد لي مدى الاتجاه أو الموجة سواء صعود أو هبوط. الأخت نورة تسأل: كيف أعرف أن هذه الشركة أو تلك عندها توزيع أرباح؟ من أين تأتي بالمعلومة تحديدا؟ ما هو مصدر المعلومات؟ وكيف أحدد تاريخ لتوزيع الأرباح لهذه الشركات، لهذه الشركة من تلك؟ أولا تحديد تاريخ التوزيع هذا يعتمد على مجلس الإدارة من ناحية الشركات، يعني ما أحد يتنبأ به إلا واحد من داخل أعضاء مجلس الإدارة. الشيء الآخر، التنبؤ هل بيكون في أرباح أو لا، هذا يكون بناء على نشاط الشركة أو نمو الشركة. يعني نعطي على سبيل المثال، خلينا نقول على السوق السعودي كذكر القطاع بحكم المتداول في السوق السعودي، شركات الإسمنت من عام 2016 إلى 2018، نهاية 2018 كان يحقق خسائر، والجميع كان متوقع أن يحقق خسائر بسبب الركود العقاري الموجود في المملكة العربية السعودية، وبسبب عدم وجود مشاريع، فقط كان توقيع مشاريع وبنية تحتية. ما بعد 2019 لاحظنا اندفاع أسعار القطاع الأسمنتي. ليش؟ لأن بدأت عمليات المشاريع في البناء كوضع حجر أساس، شفنا الاندفاع الأولى للقطاع الأسمنتي وبدأت بعملية الثبات، الآن إلى عملية إعادة عملية البناء مرة أخرى وإعلان مشاريع، منها يبدأ توقع الأرباح والدراسة وإنتاج الكميات حسب المشاريع المدرجة في المملكة العربية السعودية. هذا القطاع الأسمنتي كضرب للمثال. فإذا توقع نمو النتائج أو توزيع الأرباح يعتمد على نمو الشركة ونشاط الشركة وأيضا نطاق المستهلك للشركة. تفضل أستاذ رائد. زاد فضلك، يعني هي كمان تصر على المصدر، من ما هو مصدر المعلومة، غير أنه مثلا كعملية تحليل إذا هي لم تتمكن من التحليل، ما هي المصادر المعتمدة بأنه يكون في عندنا شائعات أو أحاديث عن إمكانية أن يكون هناك توزيعات أرباح ممكنة؟ لا، بالنسبة للشائعات تعتبر شائعات، يعني ممكن تصيب وممكن تخطئ. المعلومة الحقيقية تكون من أعضاء مجلس الإدارة، هم اللي راح يقررون في اجتماعهم سواء في توزيع أرباح أو لا. ولكن المحلل دائما يتنبأ بعملية نمو الشركة، يعني أنا أشوف المستهلك، نضرب مثال على نمو المستهلك. الآن شركات الاتصال الدائم يكون تحقيق أرباح عالية لها من بعد رمضان، لأن الآن هذا موسم الحج والعمرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقدوم الحجاج والمعتمرين من الأشهر التي تلي شهر رمضان يكون اندفاع على استهلاك شرائح الاتصالات في المملكة العربية السعودية كعدد زائد على الموجودين المستهلكين في المملكة العربية السعودية، فمنها يتوقع نمو الأرباح للشركات، منها يبدأ الدخول في الشركات ويبدأ أن يتوقع توزيع أرباح أعلى كموسمي. أيضا كموسم رمضان لقطاع المواد الغذائية والمواد الأساسية، من قبل رمضان نلاحظ أن في عمليات شراء المواد الغذائية وإقبال عليها بشكل أكبر، فلذلك يتوقع أن في عملية زيادة الأرباح لهذا القطاع أو شركات معينة، منها يبدأ عملية الشراء في توقع لتوزيع أرباح أعلى. وفي الأصح بالنسبة للقطاع الأساسي وقطاع المواد الغذائية الموجود في المملكة العربية السعودية، لازم نراعي اللي هو التضخم. التضخم ما زال لدينا بالسالب، التضخم بالسالب معناه ذلك إن ما في إقبال على المواد الغذائية. فلذلك لاحظنا، طبعا نشرح كشرح اقتصادي وليس تحليل فني، لاحظنا أن عملية جفاف السيولة الآن في المملكة العربية السعودية
الاقبال الان على المستوى المواد الغذائيه كان اقل، لاحظنا عمليات التخفيضات اللي حاصله في السوبر ماركت الكبيره، وكلكم شاهدتوا في رمضان تخفيضات بشكل كبير جدا، وحتى لو لاحظتوا التواريخ قديمه شوي لانها اساسا كانت متراكمه، فاضطروا لعمليه التخفيض، والسبب في عمليه تضخم في المملكه العربيه السعوديه الان. فلذلك يعتبر ما يعتبر في توزيع ارباح او ما يتوقع للقطاع بسبب التضخم، هذا اقتصاديا. ولكن في حاله ان التضخم بدأ في عمليات الموجب وبدأ يقل التضخم، هنالك يكون في ضغط للقطاع وفي توقع الأرباح. أتمنى الإجابة تكون واضحة، لأن جاوبتها أنا اقتصاديا علميا. يعطيك العافية وجزاك الله خير الأخ سيف. وهذا آخر سؤال معانا. فاصل الساعة، أختار الخانة اليمين ساعة واليسار أحط شهر ولا أسبوع؟ أعتقد يحتاج بعض التوضيح هذه النقطة، لأنه هو فهمان الموضوع بشكل خاطئ بالنسبة لتحديد الفاصل. بالنسبة أشرح بشرح مفصل حتى يكون واضح للجميع. أحط فاصل يومي دائما. ليش أنا أحط فاصل يومي؟ لما أحط الفاصل يومي بالنسبة للشركة راح يكون عندي، خلينا نشوف وين، راح يكون عندي مقاومة على اليومي. مثلا أنا الآن شريت على الساعة والنصف ساعة وبدأ في عملية ارتفاع كموجة صاعدة، عملية الاختراقات اللي تكون على الساعة مبنية على اليومي، لأن اليومي ما عنده مقاومة، ما أعطيني عملية ارتفاع وزخم في الارتفاع. فلما يوصل للمقاومة اليومية هنا أبدأ عملية البيع أو وصول منطقة هدف معين. فدائما الربط بالساعة والنصف ساعة يكون الربط باليومي، أي فاصل سواء ربع ساعة نصف ساعة ساعة يكون الربط باليومي، لليومي هو أقوى المؤشرات، لأنك أنت تأخذ اليومي كموجة في الصعود أو في الهبوط وتبدأ عملية مضاربة على الفواصل الأقل. أشكرك جزيل الشكر أخ فيصل، وشكرا للأخوة اللي تواجدوا معنا في محاضرة اليوم، ويعطيك العافية جزاك الله خير في محاضرة اليوم. أتمنى أن تكون الفائدة وصلت للأخوة جميعا. هذه هي المحاضرة الأولى، سوف تنطلق مثل ما ذكرنا مجموعة من المحاضرات بعد انتهاء شهر رمضان. سيكون لهذه المحاضرات مواضيع متعددة وتتعلق بالأسواق العالمية المالية وأيضا الأسواق المحلية. نتمنى تواجدكم في سلسلة المحاضرات التي ستقدمها إكويتي، يتم الإعلان عنها من خلال الحساب الخاص بإكويتي، حسابات التواصل الاجتماعي التويتر إكويتي جروب، equity.com، equity global، جميع حسابات تابعة لإكويتي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى أيضا الإنستغرام، يمكنكم متابعة حساباتنا. أشكر الأخ فيصل مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة اللي شاركنا فيها اليوم، وسوف يكون لنا لقاء آخر مع الأستاذ فيصل بتاريخ 10 يونيو إن شاء الله. سوف يعني نعمل على إعلامكم مسبقا بهذه المحاضرة. محاضرة اليوم كما ذكرنا هي محاضرة مسجلة، سيتم عرضها على الحسابات إكويتي في وقت قريب، ويمكنكم أيضا متابعة التسجيل الخاص بهذه المحاضرة. شكرا جزيلا لك أخ فيصل مرة أخرى. العفو، وأشكر شركة إكويتي على المحاضرة والندوة هذه، وأتمنى فيها فائدة للجميع وللحضور، وأشكرهم على حضورهم وحسن استماعهم وأسئلتهم الممتعة، وبإذن الله إن شاء الله يكون التواصل بيننا سواء عن طريق الحساب في تويتر أو عن طريق الحساب في سناب شات أو عن طريق محاضرة قادمة عن الشركة، وإن شاء الله يكون في تعاون وفي تعليم وفي دورات في التحليل الفني بإذن الله أقدر أقدمها لكم تفيدكم في اتخاذ القرارات المستقبلية. وألف شكر لكم جميعا. شكر لك. أشكر الجميع، كان معكم رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، وباستضافتي الأستاذ فيصل العليان. شكرا للجميع.